الآن هنا. وإلى الأرض كيف سطحت؟ طب لو كانت الأرض مسطحة، أين الإعجاز؟ أين الإعجاز في ذلك؟ الإعجاز أن الأرض على الرغم من أنها كروية تراها مسطحة، طب كيف سطحت؟ أي أن هذا الشكل الكروي عندما حدد الله قطر الأرض بحدود 13,000 كيلومتر إلا قليلا، هذا القطر قياسا لطول الإنسان الذي هو مترين تقريبا أو أقل مناسب لحركة الإنسان وحياته، ليرى هذه الأرض ممهدة أمامه ومسطحة أمامه، مع العلم أن الآية أو كلمة سطحت لا كلمة سطح لا تشير إلى الشكل. نحن لدينا خطأ لغوي، كلمة سطح حتى عندما نقول الأرض المسطحة مسطحة يعني لها سطح، هاي معناها فقط. أما هذا السطح ما هو نوعه؟ هل هو كروي؟ هل هو مثلث؟ هل هو مسدس؟ هل هو مكعب؟ هل هو مستوي؟ في علم الهندسة لدينا السطوح لها أنواع. أول نوع أيها الأحبة هو النوع المستوي، هذا مثلا مستوي، سطح مستوي. هذا سطح مثلا منحني، هذا هنا الكأس منحني، هذا أيضا منحني. هناك شكل كروي، كرة، شكل كروي، سطح كروي. إذن كلمة سطحت لا تشير إلى نوع السطح ولا إلى شكل السطح، تشير إلى أن هذا السطح نراه ممهدا أمامنا. هذه هي القصة فقط أيها الأحبة. وهذه الآية ليس لها علاقة بأن الأرض مستوية كما يقول البعض. طيب هنا ننقصها من أطرافها تدل على الأرض مسطحة، طيب ما علاقة أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قلنا في دراسة أيها الأحبة، وسأعرض عليكم هذه الدراسة، أن العلماء اكتشفوا حقيقة أن الأرض تنقص من جميع أطرافها، الأرض تنقص من جميع أطرافها أيها الأحبة. سأعرض لكم هذه الدراسة فقط بما أنه جاءت مناسبتها الآن. أنا وضعت هذه الدراسة قبل مدة على الموقع الإلكتروني، سميتها دلائل جديدة في هذا، طبعا الموقع موجود، الموقع هنا، دلائل جديدة في قوله تعالى ننقصها من أطرافها. هذه دراسة نشرت في عام 2012 تقول إن الأرض فقدت ربع مائها، نقصت. طيب وهذه دراسة تقول إن الأرض تفقد جزءا من الغلاف الجوي الأكسجين، ونحن لا نعلم ما هو السبب، we don't know why. إذن الأكسجين يتناقص، إذن ننقصها من أطرافها. أين أطراف الأرض؟ الغلاف الجوي يعتبر من أطراف الأرض، القارات تعتبر من أطراف الأرض. هنا يقول الأرض تخسر 50,000 طن من كتلتها كل عام، دراسة علمية تقول إن الأرض تخسر من كتلتها 50,000 طن سنويا. دعوني فقط أظهر الصفحة كاملة، انظروا أحبتي. العلماء وجدوا أن الأرض تخسر سنويا 50,000 طن من كتلتها، وكتلة الأرض تقريبا تبلغ هذا الرقم هنا، إذا قلنا 12 تريليون،
وهنا مليون، 5972 مليون تريليون طن، أو 5972 مليار مليار طن. هذه كتلة الأرض تخسر بمعدل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15، نسبة قليلة جدا، يعني واحد على ألف تريليون أو واحد على مليار مليار من وزن هذه الأرض كل سنة. إذن هي تتناقص، نسبة التناقص قليلة جدا قليلة جدا أيها الأحبة، لا أدركها العلماء حديثا. الغلاف الجوي ينقص، حتى أطراف القارات تنقص، على فكرة أطراف القارات تتآكل. والدراسة الثانية هنا أيها الأحبة، هنا دراسة ثانية أيضا موجودة، سنأتي بها من الموقع. الدراسة الثانية أيضا هنا وضعتها أنا على الموقع في قسم الإعجاز في الأرض هنا أيها الأحبة. هذه هي الدراسة هنا أيها الأحبة، اكتشاف تناقص أطراف الأرض. ووضعنا وقتها بعض الدراسات أن هناك قارات اختفت هنا في هذه المنطقة، هناك قارات اختفت بالكامل، هنا قارة اسمها زيلانديا، هذه القارة أطرافها هنا بالخط الأحمر، هذه كانت قارة كبيرة جدا هنا أيها الأحبة، هذه كانت هنا قارة كما نرى، لم يبقى منها إلا جزيرتان منهما نيوزيلندا. إذا من الاكتشافات الحديثة اكتشاف قارة جديدة تبلغ مساحتها ثلاثة أرباع قارة أستراليا، وغمرتها المياه طبعا قبل ملايين السنين، لم يتبقى منها إلا جزيرتين منهما نيوزيلندا هنا، هاتان الجزيرتان اللتان تبقيتا هنا. هنا أيها الأحبة صورة أخرى طبعا يمكن أن نراها. إذن أطراف الأرض هنا، أطراف القارات تختفي تغرق في المياه. إذن هناك تناقص مستمر في أطراف الأرض، أطراف الألواح الأرضية وأطراف الغلاف الجوي، وبالتالي من أطرافها ننقصها من أطرافها. هذه الآية أيها الأحبة ليس لها علاقة بشكل الأرض، لا من قريب ولا من بعيد، ننقصها من أطرافها، يعني لا يعني أنها عبارة عن قرص دائري مستوي وتتآكل أطرافه، لا،